بالنسبه للقرار ديال وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه بفتح المساجد في وجوه المصلين، كنعتقد على انه قرار انتظروه المغاربه بواحد الشكل كبير جدا، مهم جدا، لانه غادي يرجع واحد الجانب الروحي. وكنعتقد على ان البلاغ واضح، لانه فيه تيسير هذا الفتح التدريجي او العوده التدريجيه ديال الحياه الطبيعيه ديال الناس من بعد فتره الحجر الصحي، وفي اطار الحفاظ على التدابير اللي كاينه ديال الاحترازيه ديال حاله الطوارئ الصحيه. وكنظن على انه الان غتولي المسؤوليه او الكره عندنا كمواطنين ومواطنات في اننا نساهموا بمزيد من الاحتياط، لان الوباء باقي مستمر وباقي كاين وباقي موجود. وكنعتقد على انه اهم حاجه هو ملي غيتفتحوا المساجد كيخصنا نكثروا من الدعاء ديالنا ونكثروا من التدابير الاحترازيه ديالنا ونلتزموا ونساعدوا الناس اللي غادي يكونوا مشرفين على انطلاق هذه العمليه، باش يرجع المسجد ان شاء الله في القريب العاجل الى جميع الصلوات والى صلاه الجمعه وان شاء الله حتى الى صلاه العيد مستقبلا بحول الله. الحمد لله، الفرحه ديالنا فرحه كبيره بافتتاح المساجد، وكنا تنتسناوها من زمان، ولكن الحمد لله ربي يسر والحمد لله. وتنتمنى من الله ان يكون هذا الافتتاح ديال المساجد يكون فاتحه خير علينا جميعا، باش يرفع لنا ربي هذا الوباء. ورغم ذلك ضروري من ذوك الاحتياطات الاحترازيه بالنسبه للمصلين، مساله التعقيم، ويكونوا الصلايات كل واحد يجيبها، يحاولوا ما امكن انهم يديروا ديك الوقايه باش نتفاداو هذا الوباء. وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يرفع لنا الوباء وتكون هذه تكون عندنا اخر الاحزان. اولا الناس الساكنه ديال الحي ديالنا تبوله استبشروا خير وفرحوا بزاف لهذا القرار اللي اتخذته الوزاره، اللي كان في حقيقه قرار شجاع انهم يتفتحوا المساجد ولو في هذه الظروف اللي صعبه بزاف وبزاف. لهذا تنطالبوا من الساكنه ديالنا ديال الحي انه يلتزموا باحترازات ديال اللي قالت الدوله في هذا الاطار. الدوله ان شاء الله راه غاده في امور مزيان، وخصنا حنا نتساعدوا معها، وحنا كساكنه وكجمعيه وكذا غنحاولوا ما امكن اننا نساهموا في التنظيم وهذا الشيء باش ما يوقعوش شي مشاكل اللي لا تحمد عقباها وهذه. ونتمنوا الخير ان شاء الله. بالنسبه للافتتاح ديال المساجد فهي بادره، وهذا قرار اللي اتخذه وزاره الاوقاف بالنسبه قرار بالنسبه لهم شجاع. ورغم الكوفيد 19 وتنتمناو من الله على انه يستمر، رغم ان المصلين خاصهم يحترموا بعد هذه المسافه القانونيه باش ما تكونش شي عاود كما تنقولوا تكون عاوتاني واحد الطفره اخرى. وبالنسبه للفرحه فهي راه تعتبر ماشي فرحه بالنسبه لهذا، راه كما تنقولوا بالنسبه للصلاه راه ماشي بالنسبه للانسان راه واحد الغذاء روحي ماشي بالنسبه فرحه. فهذا راه قرار زعما في المستوى اللي اتخذته وزاره الاوقاف، وتنتمناو من الله يتحيد عنا هذا الوباء. حنا فرحانين بزاف بافتتاح المسجد، واجتمعوا كما كنا اولا واخيرا، وحنا فرحانين بزاف بزاف جدا جدا بفتح المساجد وصلوا صلاة الخمس، وحنا عند الإشارة ديال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الناس الله يهديهم خصهم ياخذوا الاحتياط ديالهم من ناحية الصفوف، يخلوا ما بين المصلي والمصلي تقريبا متر ولا متر ونص، يكون كشي بنظام وانتظام. الله يجزيكم بخير. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.